مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم تحدي جديد جماعه، التحدي الفرق بين الصورتين او الاختلافات. هذا هو طبعا، ما بظن في حدا ما بيعرف هالشيء. فلهيك طاري ورا الكاميرا، كل واحد بده يختار، مثلا نحط صوره، نختار اثنيناتنا، وطاري بده يحط لنا وقت انه كل واحد شاب بده يطول لحتى يختارها. طبعا نحاول ما نطول، واللي ما بيعرف بالغير كم نقطه بتسجلنا. جاهزة؟ جاهزة. هو الشرف، أنا عايز اشترك، فعلوا زر الجرس واشتركوا بالقناة، وقناة دلشان رح تلاقوها بالوصف. همتكم، يلا يا وحوش. هلا بدنا نختار صور نميز انه هو اكواس منه. بس بلشت ولا يمشي؟ بلش هو. تمام. ها. أكد؟ اه. هو أكد. يلا نبلش من عندك. بلش. بلشت. خمسة. صعب كتير. خليتها هي تختارها مشان ما تقول عم بغش. خطأ عنك. عن خطأ؟ لا. ده هون نظام هنيك حطيتي. ظلت. ما في. مستحيل. شو ما في؟ لقيت شي انت؟ بس في، لو ما في كان ما حطوها من اساس. ما تحرك كثير. كم دقيقة صار؟ صار دقيقة و 12 ثانية. ضيق وحدة، دقيقة و 12 ثانية. صرتي 4 نقاط. دقيقة و23 ثانية. بيت نقطة. دقيقة و23 ثانية. هلا دوري يا جماعة، أنا بدي أختار. بلش؟ لا، بس أختار أنا هو من وين أخذ. يلا صعبات ولو. بلش. أكل. شو تريد الشيء؟ دقيقة و 23 ثانية. يعني ما لقيت غير هالصورة، أكل وسلطة وما أدري شو. يعني ما في خبر. وإلي تنتين، هو آخر تنتين ما بتلاقيهم. أنا بقلي نقطة واحدة. أنا لقيتي؟ إيه؟ لقيت نقطة بس، أي إيه؟ سعد أنا نبحت. دقيقة وأربع ثواني. أقل منها. أنا دقيقة 23 ثانية. إيه؟ هي الصورة بدك إياها ولا لا؟ لا أنا بختار. أنت تختاري؟ إيه. خلي تختار. بيختار هاي. اختاري يعني بدك اياه. وين؟ تنتين. واحدة. ثمانية وعشرين ثانية. ما حليكم أكثر من دقيقة. يلا دوري. بلش؟ بلش. مبينة. وين مبينة؟ وين مبينة؟ خريطة سوريا قدامي. واضحة يعني؟ ها واضحة، اخترتهم واضحين. وبعدين
تمام. انا لقيت مقطع. وين تنتين؟ انتي بتقولي لقيتي نقطة بتلاقيني زي صار 39 ثانية صار 39 لا 30 34 35 36 خلاص هي هي ربحتها. وين النقطة؟ هي ربحتها يعني لو لقيت النقطة. خلاص يعني لا تعذب حالك أنا اللي ربحت. يلا يا جماعة هي ربحتها يعني صار تعادل؟ إيه نقطة نقطة. اختاري. بلش؟ ليش؟ لا ما وافق ولا عليها هاي. ليش يعني؟ بس بلش. 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 صعبة هاي. ما لقيت غير هالصورة أنا. خسرت شاد 24 ثانية 24 ثانية. يلا هلا أنا بدي أختار بس يروح على برامج فيها بنات. يا لطيف يلا بلش علي ما طلعت منها. وينها؟ هدول شلون إذا في واحد يرى رأيها؟ أصعب صورة. شو صار؟ 43 ثانية. خلاص خسرتها. هي؟ لا خسرتها؟ صار هي نقطتين انت نقطة؟ لا نقطة نقطة. هي كمان خسرتها؟ هي خسرتها. يلا صارت كبسة. يلا بلش. بلش. الشاشة معنا بلشت اوف. ليش؟ صعبة هي. ايه عملت لو قلت شيء نفسه والله. بقينا نقطتين بس لا تلبسني. خسرت خسرت خسرت. مستحيل 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 تلاقي يا جماعه مستحيل تلاقي مستحيل. شوف يلا اكبسي مره ثانيه وتخسري. يلا 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 بس مستحيل. ليه؟ شلون زاد لهم اللون؟ يلا شو صار؟ دقيقة وسبع ساعات. دقيقة وسبع ساعات صار السادة. ما في لقيت شيء انت؟ بس خلاص واحدة على فاضي. بس شلون يا الله ايش البرنامج خرف ما عم زد لها اللولوب بدل ما ينقص. يا جماعة بدل ما ينقص عم زيد. كل ما عم تكبس عم زيد قلب. خلاروف خلاص حاج الراي صار نص ساعة عن الفيديو. خسرت. هي هي دقيقة و 39 ثانية. هلا هي ربحت؟ ايه. انت استسلمت؟ ايه. ليش طلعت منها؟ ليش طلعت؟ لانه ما صعبة ما فيها. ايه جماعة شوف مثل ما شفتوا. ايه. خلاص يعني هي ربحت؟ ايه. لكن هي نقطتين انت نقطة. يلا اصلا انا اللي بربح دوم انا اللي بربح وين؟ اصلا يا جماعة الواحد بيخسر مرة بس بربح ألف مرة. يعني عادي اذا خسرتوا مرة لا تيأسوا. لانه بجيكوا ايام تربحوا على طول مثل ما انا على طول بربح بس هالمرة خسرت فعادي. انا اللي شيء طبيعي.
المهم هي بربحت لأول مرة حرام أنا خليتها تفرح والصراحة أنا ساعدتها بكلهم بكلهم أشرنا هي أنا آخر صورة ساعدتها كمان نقطة نقطة كتر الله خير وأنا هدي حطيت لك لطمة طيب مين قال لك تساعدني؟ مين؟ عشان تعرفي أنا حلوة ولو وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واستنونا بتحديات جديدة وراح تعجبكم تحكي شيء شوفكم بخير يا رب دايما شوفكم بخير سلام.